السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. فيقول الله تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذا فإن الله يأمرنا بالصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر موصول للإخوة الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وكذا فإنه مبذول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. يسأل أميناني أمين، مش معرفة أقرأ اسمك، مش عارف، لا أعرف أقرأ اسمك، عن السنة الحسنة. السنة الحسنة ليس معناها الاختراع في الدين، ولكن أبين لك الحديث الذي وردت فيه كلمة السنة الحسنة لعل المسألة تتضح لك. كان النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، فجاء قوم من غطفان مشتاب النمور، فلما رأى النبي ما بهم من الفقر والفاقة، يعني علامات الفقر بادية بشدة على وجوههم وعلامات الفاقة كذلك، فخرج على الناس عليه الصلاة والسلام وتلا عليهم قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، الآية. ويا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، الآية. فجاء رجل بكم من صرة من فضة، مال فال، كادت يداه أن تعجز عن حملها، وضعها أمام النبي عليه الصلاة، فتبعه ناس حتى اجتمع أمام النبي كوم كبير من المال، فسر وجهه واستنار، فقال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. فاتضح أنه أحيا سنة أميتت. هل يجوز الاقتراض لإعطاء محتاج لحين ما تأتي صدقات من أهل الفضل ونأخذها؟ ممكن أساس، مع أنهم يقولون لا يجوز قضاء الدين واعتباره من الزكاة، لكن هذه حالة خاصة. هل موعد صلاة الفجر في مصر صحيح؟ متقدم شيئا ما عن ظهور الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فالأمثل لك أن تنتظر عشر ربع ساعة وتصلي. الله يبارك فيه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ إبراهيم العشماوي: هل يشعر الميت بمن يزوره؟ لا يشعر، اللهم إلا عقيب الوفاة، فقال الرسول عليه السلام: إذا مات الميت وتولى عنه أصحابه وإنه لا يسمع قرع نعالهم، لا يسمع قرع نعالهم. وأيضا قال عمرو بن العاص لأهل بيتي: إذا أنا مت فامكثوا عند قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها،
لعلي أستأنس بكم وأنا أراجع رسل ربي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما ألقي في القليب أبو جهل وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وغيرهم، يا فلان يا فلان، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. فقال عمر: أتنادي جيفا يا رسول الله؟ قال: والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منه. فهذا عقيب الوفاء. أما بعد ذلك فالله يقول في كتابه الكريم: وما أنت بمسمع من في القبور، إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء، وأيضا إنك لا تدري ما أحدث بعدك. قاله النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: هل يجوز رهن بيت بالسكن فيه؟ لا يجوز، لأنه حينئذ يكون قرضا جرى نفعا، وكل قرض جرى نفعا فهو ربا، والله أعلم. العوائد البنكية الربوية، هل يجوز أعطيها لصديق فقير لا تربطني به قرابة وإنما تربطني به صدقة؟ لا، إذا أردت ذلك أعطيها لشخص بعيد يعطيها له ولا يذكر أنها منك. لا أوافق هذا الذي يقول إن الفوائد حلال، ويمكن ضل في هذا الباب، وكم من شخص يضل بعد هدى كان عليه، عياذا بالله. ما أدري ما مستندات هؤلاء الناس، بس نبرأ إلى الله من القول بحل الفوائد البنكية. هل نواقض الإسلام تقتصر على العشرة المذكورة فقط؟ لا، هي ممكن تجمل هذه العشر في سبع في ستة، ممكن تفصل فيها تفصيلات. صحت أن محمد بن عمرو بن العاص ضرب القبطية بعد أن فاز عليه في سباق الخيل، لا أعلم لها سندا ثابتا. ما الفرق بين الفجر الصادق والكاذب؟ الفجر الصادق هو البياض المستعرض بعرض السماء في اتجاه طلوع الشمس، أما الكاذب فيكون بالطول الرأسي هكذا. إذا كنت في مهنة المحاماة ستدافع عن الحق، فعملك مبارك وأنت موفق. إذا كنت ستدافع عن الباطل فأنت آثم وعملك ظلم، والله يقول: ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. يقول: كيف أستثمر أموالي؟ اسأل أهل الاستثمار. حديث: اللهم ارزقني بأحب خلقك إليك يأكل معي، فدخل علي. هذا الحديث ضعيف جدا، وفي مستدرك الحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل من طير، فقال: اللهم ارزقني بأحب خلقك إليك يأكل معي من هذا الطير، فجاء علي. ضعيف الإسناد جدا. يقول الإمام الذهبي، يقول: كنت أتعجب كيف يخرج الحاكم هذا الحديث مع ضعف إسناده، فلما توغلت في مستدرك الحاكم إذا حديث الطائر إذا فوجدت أحاديث إذا بحديث الطائر بالنسبة إليها سماء، يعني مرتفع ارتفاع شديد، يدل على أن الحاكم فيه أحاديث كثيرة ضعيفة. ما حكم المرأة التي تمنع طليقها من زيارة أولاده؟ المرأة التي تمنع طليقها من زيارة أولادي قاطعة للرحم. قل: صلى مأموم يكمل ما فاته بعد الإمام. سهيت، هل أسجد للسهو؟ إذا سهوت في القدر الذي أنت فيه وحدك سجدت للسهو،
أما إذا سهوت وأنت مع الإمام فالإمام يقيلك، إلا إذا كنت سهوت كم ركعة صليت مع الإمام هذا تستلزم سهو. ما حكم الإقامة في بلاد الكفر في مكان في عدد لا بأس به من المسلمين ولا نمنع فيها من أداء معظم الشعائر مع بعض الصديقات؟ طبعا جائز مع الكراهة، الإقامة جائزة مع الكراهة، وليتك تقيم في بلاد المسلمين أفضل لك. ما حكم إعطاء الزكاة ليتيم فقير ولكنه مدخن؟ لو أنا مكانك لن أعطيه، يوفر التدخين ويشتري به طعاما وشرابا. أظنها تنشر يا بدر زهران، أظنها إن شاء الله تنشر، ألقيناها لكن هم يعملون لنا مونتاجا كما يسمونه، وبإذن الله بعد ساعة تقريبا تنشر إن شاء الله. حكم إعطاء الزكاة عفوا، ما حكم المرأة عندما تخرج من البيت وزوجها يقول لها لا تخرجي إلا تعطيني خبر؟ تأثم إذا خرجت بغير إذن الزوج. هل يجوز تأجيل زكاة المال؟ في حالة عدم وجود المال ستضطر إلى أن تؤجل إلى أن يأتيك المال، أما إذا كان المال موجودا والمصرف موجودا ألزمت بإخراجه، لكن إذا كان المال موجودا والمصرف غير موجود أو المصرف شخص سفيه فانتظر إلى عفوا أعطيه بالقدر الذي يصلحه والباقي جنبه على جنب. ما صحة حديث ينصب إبليس عرشه على الماء وتقريبه للشيطان الذي فرق بين رجل وزوجته؟ ثابت صحيح ولفظه أو قريب من لفظه؟ إن عرش إبليس على الماء وإنه يرسل سراياه فيفتنون الناس فأقربهم عنده منزلة أعظمهم فتنة، فيأتي أحدهم ويقول ما تركته حتى فعل، يقول ما صنعت شيئا، فيأتي أحدهم يقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين زوجته، فيدنيه ويلتزمه ويقول له أنت الفائز أنت. هل تسمحون بترجمة كتبكم إلى الفرنسية؟ نسمح، لكن من الذي سيترجم؟ هل هو شخص سني أمين متقن أم لا؟ هذا مسألة لابد من النظر فيها. عندي محل ببيع بالتقسيط اللي معاه فيزا بنك، والمعاشات باخذ قيمة السلع من البنك، بنك بيقسط، هل هم إيه الرأي؟ اللي معاه فيزا خلاص يجوز لك تبيع اللي معاه فيزا، أما الثانية مش مصورها، لا أصورها لم أفهمها. الحكم في شركة شحن ولا توزيع جوابات البنوك؟ لا بأس أن تعمل في شركة الشحن، ليس الأصل عندها هو البنوك. ماذا تفعل الزوجة مع زوجها الذي يصلي على لا يصلي على الرغم من أنه حافظ لكتاب الله ونصحته كثيرا جدا؟ إن كان لها مأوى غيره تلجأ إلى المأوى الآخر أفضل لها. ما حكم الوضوء بدون ستر العورة؟ الوضوء صحيح. ما صحة حديث اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك إلى آخره، في سنده راوي مجهول أبو سلمة وليس بالجهني. ما حكم زيارة عفوا ما حكم من دخل صلاة متأخرا ونسي كم ركعة صلى فتبع مصليا آخر دخل معه في نفس الركعة؟ يعني اثنين دخلوا مع بعض في الصلاة متأخرين عن
عن الركعة الأولى للإمام، وهذا واحد شك ما أدري كم صليت مع الإمام، أدركت في ركعة لكن اتسى بمن جنبه، لا بأس ويسجد لسه. كتاب التوحيد، توحيد الصفات لابن خزيمة، توحيد وإثبات صفات الرب عز وجل. عايش في برلين ولا يوجد أذان، كيف أصلي صلاة الفجر؟ بالتقريب، بالتقريب يعني تباين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر لا يتسنى لك. تابع الأذان في التقويم الساعة كم، واترك وقتا احتياطيا. هل سماع الموسيقى من الكبائر؟ لأن الأحاديث تقرنها بالزنا والخمر، ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف. دلالة الاقتران لا تفيد التساوي في الأحكام، دلالة الاقتران لا تفيد التساوي في الأحكام، يعني شيئين مقترنين في مع بعضهما لا يلزم أن يكون نفس الحكم. كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. هذا عدم إطعام المسكين اقترن بالمصلين بترك الصلاة، ولا يلزم أن يكون في نفس الحكم. بني الإسلام على خمس، بني الإسلام على خمس: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله تركها كافر، وإقامة الصلاة تركها مختلف في كفر، وإيتاء الزكاة تركها عند الجمهور لا يكفر. لا، دلالة الاقتران لا تفيد التساوي في الأحكام في كل وقت. هل يسقط الحد بالتوبة؟ قد لا، الحد يعني إذا بلغ الإمام لا يقول للإمام أنا قلت استغفر الله ولا تقطع يدي، لا لا يسقط الحد بالتوبة، لكن هل يسقط الإثم بالتوبة؟ الله على كل شيء قدير. قول الجمهور في حكم تارك الصلاة، جمهور أصحاب المذاهب على أنه لا يكفر إلا إذا جحده. ما دام على شرط البخاري، لماذا لم يدخله البخاري في صحيحه؟ لم يدخله البخاري في صحيحه لأن البخاري لم يشترط إدخال كل حديث صحيح في صحيحه. هل يجوز أن يا إسماعيل أنا ما سمعت الشيخ الذي ما سمعته سماعا يعطيني انطباعا كاملا عنه، أنتم أعلم به وبغيره أيضا، ما سمعت كثيرا لناس كثيرين من المعاصرين فما أستطيع أن أدلي بشهادة. خطبته خطب فتاة، هل اتفق العلماء على وجوب النقاب؟ لم يتفقوا، فمن قائل بالاستحباب ومن قائل بالوجوب. تقول خاطب طالب مع زنة الأسئلة سريعة. ماذا تقول لشخص يخاف الموت جدا ويخاف إن مات أحد غرقا فيخاف من الماء وهكذا حتى يظن هذا الخوف مرضا؟ يعالج، يدعى له ويرقي نفسه ويعالج عند طبيب مختص. هل يجوز أن أصلي ما فاتني وأنا جالسة إذا عجزت عن القيام؟ لأن الفريضة عموما لا تصلى جالسة، لا تصليها جالسة وأنت قادرة على القيام. ممكن عمل محاضرة عن أشهر الحديث الضعيفة، ممكن إن شاء الله، مع شروط رد الحديث بسبب المتن إذا كان سنده صحيحا، كن مخالفا لعمومات الشريعة. هل يجوز تأخير قضاء الصيام لأنه لا بأس مريضة لعامين؟ لا بأس ما دمت مريضة، لأن الله قال في عدة من أيام أخر، يعني عند شفائك. وعليك وعلى برزان السرحوكي السلام.
يقول هل عندكم تواصل؟ ما الحكمة من خلق الحيوانات التي أمرنا بقتلها؟ الحد أو العقرب والفأر والكلب العقور. النبي وصفهن بأنها فواسق، سافر بالسيارة من الظهر إلى ما بعد عذرا الأسئلة تمر سريعة يا أخوان. أسافر بالسيارة من الظهر إلى ما بعد العشاء مسافة 80 كيلو، هل أقصر وأجمع؟ نعم لك أن تقصر وتجمع. يقول منزلنا يوجد تحت وخزان صرف صحي، هل إقامة الصلاة في صحيح؟ نعم صحيح. حكم الدعاء وراء الصلاة، شايف من كثرة. هل يجوز خلع المرأة الزوجية بعد 18 عام من الزواج الذي لا توافق فيه بشكل مبين رغم كثرة محاولات التقارب علما بوجود أبناء؟ تمسكه باستمرارية الحياة رغم بغض الزوجة له وتأثيره على دينها، يجوز لها أن تختلع إن خفت من لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، وليس هذا بمقيد بزمن. لا ليس عندي تواصل مع الشيخ عبد اللطيف الكردي. سب الدين كفر. يقول تنبذ وتبغض الأحزاب ويعمل جماعي وأنت تعمل في عمل جماعي، هل نحن نمنع العمل الجماعي؟ لكن عمل جماعي عليك أمير، تنصبون أميرا وتتعصبون للجماعات وكل هذا دخيل علينا. أما نحن قل للمسلمين تعاونوا على البر والتقوى كما قال ربنا، لكن هل يلزم التعاون على البر والتقوى أن آتي بأمير أؤمره علي وأجعل حزبا ومن لم ينتظم في حزبه له به وبه ونمزق أمة محمد؟ لا يستلزم هذا أبدا. هل من الوفاء عفوا حديث أمامكم إمامكم ووفدكم إلى ربكم لا يصح؟ إذا تلفظت قلت لزوجتي في التليفون وأنا متعصب أنت طالق طالق، إذا كنت متعصبا لكنك تملك أمر عقلك فالطلاق واقع. كيف للابن المسلم أن يقوم بإجراء دفن أمه النصرانية؟ يجوز، وقد ورد والسند فيه كلام يسير لكن له شواهد، أن النبي عليه الصلاة والسلام لما مات علي جاء علي فقال إن عمك الشيخ الضال قد مات، قال اذهب فوريه. أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا. وهذا في حكم بيع البيع بالأقساط مع زيادة سعر السلع المباعة، لا بأس إذا كنت تملك السلعة. إن شاء الله نشرحه ولكنه قد شرح والحمد لله لكن لم يسجل التسجيل الجيد. ما حكم تحويل سلعة من مدينة إلى مدينة أخرى عن طريق البنك مقابل مبلغ مالي؟ مش فاهم يعني. عن الأداة الناقلة لا لها أن تأخذ أجر النقل، ما في مشكلة. هل أذكار الصباح تغني عن الضحى؟ قد تغني يعني، لكن أنت هذا الشيء وهذا شيء آخر. ويقول يعني يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، نادم 360 مفصلا، فله بكل تسبيحة صدقة وبكل تحميدة صدقة وبكل تكبيرة صدقة الأحاديث، ويجزي عن ذلك ركعتان يركعهما ابن آدم من الضحى. هل يأثم الابن إذا منع زواج أمه الأرمل؟
لا هو وليها ينظر الصالح لعملها. افترض انها تزوجت برجل فاجر او تريد ان تزوج برجل فاجر، لا يأثم الولد اذا منعها. فالولي ينظر في امر موليته والنافع لها. حديث تعرض علي اعمالكم، يعني حديث حياتي خير لكم ومماتي خير لكم، حياتي خير لكم تعرض علي اعمالكم، فان وجدت خيرا، عفوا، حياتي خير لكم ومماتي خير لكم، حياتي خير لكم تسألوني فأجيبكم، ومماتي خير لكم تعرض علي أعمالكم، فإن وجدت خيرا حمدت الله، وإن وجدت غير ذلك استغفرت لكم، لا يصح. تلفظ بسباب شخص وأنا وحدي وليس أمامي أحد، هل يقتص مني يوم القيامة؟ استغفر الله. الأمر خطير، يعني هو جالس في الغرفة لوحده قال فلان ابن 60 و70 السنة غير موجود، استغفر الله لأنه سيسجل في صحيفتك. حديث إذا أحب الله عبدا عسله، قالوا وما عسله يا رسول الله؟ قال يوفقه لعمل صالح ثم يقبض عليه. حديث صحيح الإسناد، قال أحمد ويربي أين مشروب الزنجبيل. ماشي. الشيخ الحلبي، الله يوفق الشيخ خالد الحلبي، أبلغه السلام، بارك الله فيكم. صحة حديث، عفوا، كيف أستطيع أختم القرآن بسرعة؟ تدبر كتاب الله. حكم الصلاة بالنقاب للضرورة حتى لا يراها أحد في أماكن العامة. ها؟ السؤال يعني ما فيش اتصال، يعني رابط الصلاة بالنقاب حتى لا يراها الناس في الموكل. صلي بالنقاب، ما في، ليس هناك نهي عن الصلاة بالنقاب. حكم صبغ الشعر بالسواد للرجال، في الجملة أنه مكروه، أما حديث غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد فالأفضل جنبوه السواد شاذ. أما الحديث الآخر، ليكونن في آخر الزمان أقوام لهم حواصل كحواصل الطير يصبغون بالسواد لا يريحون رائحة الجنة. فهذا الحديث الصبغ بالسواد سيماهم، ليس في توصيفهم أنهم يصبغون، ليس صبغون بالسواد هو سبب منعهم من الجنة، إنما هم لهم يعني لهم أعمال، لكن سيماهم هم هي الصبغ بالسواد وحواصل كحواصل الطير كالخوارج مثلا. قال النبي سيماهم التحليق، ليس التحليق، ليس حلق الشعور هو سبب دخولهم النار. قد ورد أن حسنا وحسينا وسعد بن أبي وقاص وعقبة كانوا يصبغون بالسواد. ما حكم التعامل مع جهاز تنمية المشروعات لتمويل ماكينات مشروع؟ أنصحك بالبعد لما فيه من الربا. أنسى لدي ذاكرة ضعيفة جدا، إيه عفوا، قل أنا أختم القرآن الكريم بلقائه كل مرة، إيه؟ لأني أحفظ وأنسى، لدي ذاكرة ضعيفة جدا، هل أجده في قبري إن شاء الله؟ لك أجرك إن شاء الله تعالى. ما حكم فيزة المشتروات؟ فيزة المشتروات جائزة إذا كنت ستسدد في وقت السماح. هل بكل حرف من القرآن نأخذ 10 حسنات وتمحى أيضا 10 سيئات؟ الحديث كله ضعيف، سواء 10 حسنات أو 10 سيئات. من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها. لا يثبت هذا الحديث بل هو معلول.
أدير شركة وأنا شريك بها وأظلم نفسي أحيانا في العجز المادي، هل علي ذنب؟ ليس عليك ذنب، أنت ما يعني كيف تظلم نفسك؟ كيف تظلم نفسك؟ فهمنا. أهلي خلينا نقسم بالله أني ما أقابل فلان ولا أكلمه، قلت إن شاء الله وأنا بحلف بصوت همس ولكن كلمته مع ذلك. كفر كفارة يمين لأن اليمين على نية المستحلف. نسيت سجدة من الركعة الأخيرة، ائت بها وتشهد واسجد للسهو بعد ذلك سواء قبل التسليم أو بعده. ما حكم تبول الرجل قائما؟ لا بأس بذلك إذا لم يكن سيتلوث الجسم أو الثوب بالرذاذ. قد قال حذيفة أتى النبي صلى الله عليه وسلم سباتة قوم فبال قائما. أما حديث عائشة رضي الله عنها، من حدثكم أن النبي كان يبول قائما فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا جالسا، فهذا علمها. لكن حذيفة حديثه في البخاري أثبت أنه رأى النبي كذلك، والمثبت مقدم على النافي. أيهما أولى، العمل أم طلب العلم؟ في كل خير، إذا كان عندك مال تنفق منه اطلب العلم الشرعي وعلمه للناس. لا يعلمون بحالتنا يا سيد ابن عبد السلام، الله يعافيك يا من أنت مبتلى بالكورونا. حفظت بعض الصور من الأشرطة بالتكرار، هل أعتبر حافظ القرآن؟ أنت حافظ بعض الصور يا عمي، بعض الصور حافظ القرآن، أنا حافظ بعض الصور. ما معنى كذلك ورثناها بني إسرائيل؟ يعني أرض فرعون، ورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. تمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، دمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. ما أكبر الأعمال أجرا عند الله؟ سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال الصلاة لوقتها، قيل ثم أي؟ قال ثم بر الوالدين، قيل ثم أي؟ قال ثم الجهاد في سبيل الله. عليه إعادة ذلك اليوم يا محمود. حكم عدم الرغبة في العيش بعد وفاة أمي، لماذا؟ كلنا سنموت، لماذا أنت تيأس من الحياة؟ أمك الله يرحمها دعا لها بالبركة، حتى إذا أنت عشت ودعوت لها بالبركة أحسن ما تموت أنت أيضا. يعني إذا أنت مت هل أمك ستنتفع بموتك؟ لا، إذا كنت حيا وتدعو لها أن يرحمها الله وتتصدق عنها هي تثاب. شخص مات وله أم واثنين أعمام وأربعة مات، ما نصيب كل منهم؟ شخص مات وله أم واثنين أعمام وأربعة مات، أم واثنين أعمام وأربعة مات، الأم ستأخذ نصيبها وليس له إخوة على ما يبدو، فأم نصيبها الثلث، ولأبويه لكل واحد منهما سدس، ثم ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد ورثه أبوه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. مرحبا بالزائرين. حكم حلق اللحية، حلق اللحية إثم يا ثمن حلقها. هل صلاة الظهر تبدأ من زوال الشمس والذي قبل الأذان 15 دقيقة؟ صلاة الظهر؟ لا، صلاة الظهر تبقى إذا زالت الشمس عن منتصف السماء، عن شمس في منتصف السماء، ذهبت يمين شمالا على طلع من الشروق من هنا، مشي 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 مشي، جاءت في منتصف السماء، هذا وقت الزوال يأخذ 10 دقائق بعدها تنحرف، إذا انحرفت دخل وقت الظهر. وضعت أموالي في بنك بعد التجارة مع شخص وسرقني، هل أمرك إلى الله؟ لكن لا يجوز لك أن تأكل الربا، يعني أنت سرقت
تضررت في الدنيا، والتاب إلا أن تتضرر أيضا في الدين. تأكل الربا حرام عليك، اتق الله في نفسك. هل تجوز صلاة الفجر في البيت في غير الظروف التي نحياها؟ لا تجوز صلاة الفجر في البيت. شاء الله أن تكون الجنة والنار على التابيت، بين مشيئته أنه أن النار لا تفنى وأن الجنة لا تفنى، إن هذا لا رزقنا ما له من نفاد، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. حديث الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة، والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة لا يصح. حكم الأكل من طعام عيد الميلاد جائز، لكن لم ترد عيد الميلاد على عهد الرسول. هل تقصير اللحية اسم؟ التقصير زاد على القفضة ليس باسم إن شاء الله، فإن الصحابة يفعلون ذلك، وفعل ذلك يكون أيضا موفيا للحية، لكن أكثر من ذلك قصى كالذي يستحي أن يطبق سنة رسول الله يقترب من الاسم. أعمل في جهة كداعم فني مهندسين كهرباء، طلب منا حساب زيادة الأحمال القطع الاستثمارية، وهذه القطعة مولدات تجارية بها سينما. واضح سؤالك يا محمود، يعني هل أنت تعمل أعمالا كهربائية عاما تتوصل كهرباء لمدينة المدن؟ فيها الخير وفيها الشر، لكن عملك أنت صحيح. حكم قراءة القرآن بدون حجاب جائز. ما أهمية حسن الخاتمة إذا لم يضمن الإنسان للنجاة من النار؟ أهمية حسن الخاتمة؟ كيف أهمية حسن الخاتمة؟ بشارة للشخص، بشارة لهم بشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يعني تموت وأنت تصلي ولا تموت وأنت حرامي تسرق؟ سجل البث الذي تسأل عنه حفظك الله، ما أدري متى سيبث إخواني، وعندنا هنا يقولون بعد ساعة تقريبا، وافترض أنها أصبحت ساعة لربع إن شاء الله. ما المقصود بالصلاة على وقتها؟ الصلاة على وقتها يعني الصلاة في وقتها، ليس المراد أول وقتها، فأول وقتها سيستلزم أن لا نصلي السنة. والنبي أيضا كان إذا اشتد الحر يقول أبردوا الصلاة، فإن شدة الحر فيها جهنم، والأشياء يجوز تأخيرها شيئا ما. رجل من أرحامي حكم عليه بالسجن، فهل يجوز لي ضمانه في قرض ربوي؟ لا تفعل. تحية العالم والوقوف لها لم يكن على عهد الرسول، ما نقل على عهد الرسول. لي صديق ميت وكان صالح ولم أعد أطيق الحياة بدنيا. أمك الآن ماتت لا تطيق الحياة بدنيا ولا تطيق الحياة بدون الصديق. يا أخي احرص على ما ينفعك، احرص على ما ينفعك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، إن كان محسنا لعله أن يزداد، وإن كان مسيئا لعله أن يستعتب يتوب. كيف نتقي فتنة النساء؟ قل يا رب اصرف عني فتنة النساء، ثم تزوج، ثم تعفف. هذه أربعة علاجات أمامك. اسأل الله، تزوج، صم، تعفف. هل تجوز قراءة القرآن جماعة؟ إذا كانت التعليم جائز. كيف أستطيع أمحو كل ذنوبي؟ الذي يمحوه والله، لكن تستطيع أن تستغفر وأن تعمل صالحا، إن الحسنات تذهبن سيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. حديث شارب الخمر لا تقبل له صلاة 40 يوم. هل هناك دليل عن ثوب العقاب مضاعف في الأشهر الحرم؟ نفس الآية
فلا تظلموا فينا أنفسكم، فإذا ظلمت نفسك خالفت قول ربك، ومن خالف قول ربي عصى. شخص سرق مالا، هل يجوز أن نتصدق بالمال؟ لا يجوز أن نتصدق من السروق إلا إذا عجز تماما عن الوصول إلى صاحبه. يعني كان الشال مثلا سارق في السيارات أو في القطارات أو من الأسواق، يسلق من هذا 10 جنيه من هذا 20 جنيه على ما تيسر له، ما يستطيع يأتي بهم، من أين يأتي بهم؟ يتصدق عنهم في هذه الحال. أنقذت الكثير من الناس بحجة عملي، لأني أعمل في الدفاع المدني، وأجرو بهذا من أرجو بهذا من أجل أن يغفر لي ربي. جزاك الله خير لك نيتك، لكنك انتبه أيضا، أنت تأخذ فلوس، لكن جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا، أنت مهتم في عملك لإنقاذ الناس. رجل يأخذ نقودا من الناس ويشغلها في أعمال توريدات للحكومة، ويعطي فائدة، هل يجوز؟ رجل يأخذ نقود من الناس ويشغلها في أعمال توريدات للحكومة ويعطي فائدة، مش فاهم ما الفائدة. يعطي ربحا، يعطي ربحا لجزء من الربح. هل نأخذ بوصية الأب في المراتات؟ يعني إيه مراتات بقى؟ مكتوب ايه؟ لا وصية لوارث الا اذا تراضى الورثة. طبعا كلمة اذا تراضى الورثة من عند نفسي، ليست من متن الحديث. قرأت القرآن مستلقيا، قال الله تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. ما معنى اللهم بارك؟ اللهم بارك، اللهم زد، اللهم بارك، اجعل فيما رزقتني بركة. أن الرزق قد يكون بركة وقد يكون عذابا على الشخص. زد، معروف زد. لا أقعد مع المدخن، الفعل صحيح؟ وأنا لا أقعد مع المدخن إلا إذا اضطررت. نسيت صلاة العصر وتذكرتها بعد يوم فصليتها، لم أعيد صلاة ما بعدها. كيف يعني؟ من نام عن صلاة أو نسيها فصلاتها حين يذكرها. هل صحيح أن إيمان أبي بكر وعمر بن الخطاب يعدل إيمان أمة كاملة؟ لا، لم يصح هذا. كيف أجمع بين قول الله تعالى: من يعمل سوءا يجزى به، وبين قوله تعالى: ويعفو عن كثير؟ قال بعض العلماء بالنسخ، ولكن ورد أن النبي قال لأبي بكر وفي سنده ما قال: ألست تنصب؟ ألست تحزن؟ ألست تصيبك اللأواء؟ الأمراض بها كلها كفارات. رحم الله الأخ الدكتور محمد بن رجب، كان من إخواننا القائمين على الدعوة إلى الله في الإسماعيلية، نسأل الله أن يجعلها ليلة مباركة عليه، وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة. هل مقصود بحديث النهي عن القزع أنه مكروه؟ نعم مكروه. النهي عن القزع، هل نهي كراهة أو نهي تحريم؟ قولان للعلماء، من العلماء من حمله على الكراهة، لكن الآن القزع انضم إليه تشبه بالكفار، فترى الشاب حالق ويتشبه بالكفار، يجعل قبعة هنا ويحلق اليمين والشمال. الله يرحمنا والدينا والديكم يا روما. أدير شركة وأنا شريك، أجبنا على هذا يا عبد الرحمن.
حكما مات لم يبلغ الحلم غير مسلم. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أطفال المشركين فقال الله أعلم بما كانوا عاملين. هل يجوز الأخذ بالحديث الصحيح فقط؟ يجوز هذا الأصل. في المغرب يقرأ القرآن جماعة في المسجد كورد يومي في المناسبات. لم أعلم أن الرسول كان يصنع ذلك، لكن ما أستطيع أن أحرم شيء. إذا كانوا يعني يقرأون القرآن جماعة لتعليم أو لأمر يقره الشرع فلا بأس، لكن ما الصورة بالضبط لم أفهمها. هل من السنة الوقوف على رأس كل آية؟ الحديث الوارد في هذا الصدد ضعيف. الحديث الوارد أن النبي كان يقف عند رأس كل آية ضعيف الإسناد. وهناك بعض الآيات لا يستحب الوقف على رأس الآية. قول الله تعالى فويل للمصلين ما تقف صل. هل يصح وصف الحكام في البلاد الإسلامية بولاة الأمور؟ هم تولوا أمرنا شئنا ما بينه، لكن أمروك بطاعة الله فأطيعهم، إن أمروك بمعصية الله فلا تطعهم. أحب عمر بن الخطاب أكثر من أبي بكر الصديق، هل عليه إثم؟ الحب القلبي لن تسأل عنه، لكن جئت على التقييد أبو بكر أفضل من عمر لا شك. قال الرسول آمن بي وكذبتموني، أعطاني ومنعتموني. صديق الأمة، أول من أسلم من الرجال. أين ذهب بك عقلك؟ من الذي صلى بالناس؟ من الذي قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس؟ نبي محمد صلى الله عليه وسلم. وتنظر إلى فضيلة أبي بكر على عمر في صلح الحديبية. في صلح الحديبية النبي عليه الصلاة والسلام تصالح، فكان من مضامين الصلح أن يرجع المسلمون ولا يعتمرون هذه السنة. فجاء عمر قال يا رسول الله لم تكن تقول لنا أننا سنعتمر هذا العام، نأتي البيت ونطوف به؟ قال بلى قد أخبرتك. قال فلما إذن نرجع؟ قال هل أخبرتك أنك ستطوف البيت هذا العام؟ فشهدنا عمر ذهب إلى أبي بكر شكى له نفس الذي شكاه للرسول. قال له أبو بكر نفس مقولة رسول الله، أيها الرجل إنه رسول الله ولن يعصي ربه، هل أخبرك أنك ستأتي البيت هذا العام؟ قال لا، قال إنك ستأتيه. رضي الله عن أبي بكر، رضي الله عن عمر. أبو بكر أراد أن يجمع القرآن، عمر بدأ يعارض. قال ثم إن الله شرح صدري للذي شرح صدري له أبا بكر له. انظر إلى أبي بكر في حروب الردة، الناس ارتدوا، أبو بكر يجمع الناس على الإسلام، عمر يقول كيف تقاتلهم، والنبي يقول أمرت أن نقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله، والناس امتنعوا عن الزكاة، كان الإسلام سينقض عرى عرى، لكن قيض الله أبا بكر جمع الناس. ارتد المرتدون وادعى مسلمة الكذاب النبوة، وادعى غيره النبوة، فقام لهم أبو بكر. عمر متردد بل ينهى أبا بكر كيف تصنع ذلك، كيف تجمع القرآن، كيف تقاتل من يقول لا إله إلا الله. وكان رأي أبي بكر الأسد، وعمر اعترف بذلك بعد ذلك، وإلا كان الدين ضاع. الحمد لله. افهم 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 يا صاحبي، لما أكون أعلم بوجوب الزكاة الذهب الملبوس فما حكم فاتني؟ عفى الله ما فاتك، والآن أخرج الزكاة سنويا، كل سنة أخرج زكاتها. متى يخرج وقت صلاة الصبح؟ إذا طلعت الشمس. إذا أدركت من الصبح ركعة قبل طلوع الشمس أدركت الصبح، وإلا فلا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة. أحمد عامر يقول لا تشرب القهوة كثيرا. سمعا وطاعة يا أحمد عامر.
سمع وأطاع يا أحمد علي. أنا البديل ائتنا بالبديل. هل النذر مثل ما أقول عفوا ما الأسئلة متحركة بسرعة. شاب مات عمره 16 سنة هل يحاسب على عمله مع أنه كان يصوم منذ كان عمره 6 سنوات؟ يحاسب بلغ، إذا بلغ يحاسب. أردها لغيرك يا يحيى. هل يجوز لي طلب المساعدة من شخص ذا نفوذ من أجل الحصول على وظيفة؟ إن كنت ستأخذ حق غيرك لا يجوز. إن كنت ستأخذ حق غيرك لا يجوز. إن كانت وظيفة في قطاع خاص أيضا يجوز، لكن قطاع عام بالمسابقات لا يجوز. أنك ستأخذ حق غيرك. هل شراء سيارة غالية جدا ونافسة من الرزق اللي يعتبر من الإسراف؟ لا، على حسب دخلك. مسألة الإسراف نسبي، يعني افترض أن دخلك في الشهر 1,000,000 جنيه مثلا، في ناس كذا، واشتريت سيارة بمليون، دخلك الشهري 1,000,000 واشتريت سيارة بمليون، لا بأس عليك، لا بأس عليك. لكن دخلك 10,000 في الشهر وتشتري سيارة بمليون، أنت رجل مبذر. فمسألة الإسراف نسبية. حكم تنازل المرأة عن مؤخر الصداق حتى تحصل على الطلاق، لها ذلك. لكن إذا كان طلاق للضرر يبقى الإثم على الزوج، إلا إذا عفت. أحمد الدهشان يقول الليمون. خلاص يا شيخ يحيى، يصنع لنا ليمونا طيبا مع النعناع، وإن شاء الله إذا كنت ستعتزل اعتزل من غير تكليف غير وجوب، لكن ليس الآن، ما قصدت الآن، أقصد فيما بعد. أنا أجبتك، لا بقول أدير شركة وأنا شريك بها وأتحمل العجز وحدي، هل علي ذنب؟ ذنبي في مين؟ أنت المظلوم الآن. وفي فترة الرسول أحسنت، أحسنت من القائل، كان الصديق أثبت الرجال. أحسنت أحسنت أحسنت. في وفاة الرسول بدت قوة أبي بكر وصلابته، مع أنه في الجملة رق قلبا من عمر. لكن لما مات الرسول وذهب عمر، ويقول من قال إن الرسول مات سأقتله، إنما ذهب يكلم ربه أو كما قال، أو كما قال، جاء أبو بكر قال على رسلك يا المتكلم، ثم دخل وراء الرسول قد مات، فخرج إلى الناس قال أجلس. جلس عمر، أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وتلى الآية وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفمات أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. قال عمر فحينئذ أيقنت أنه قد مات، فلم تقلني رجلاي، جلست في مكاني، رضي الله عنهم جميعا. وعمر ليس بمدفون عن الفضل أيضا، حتى لا ظن ظن أننا ننتقص عمر، كلا، بل الأخ الذي كان يقول أحب عمر أكثر من أبي بكر، أحببنا أن نبين له خطأ ما هو عليه، وفي كل خير. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أطفال المشركين فقال الله أعلم بما كانوا عاملين. أب كتب البيت لابنته الوحيدة قبل مماته، ظلم سائر الورثة، الله جعل لها النصف وهو كتب لها الكل. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، لم يثبت أن النبي دخل مكة من ناحية الثنيات، دخل المدينة من ناحية الثنيات أثناء هجرته، ولكن قيل إنه، قيل أيضا والسند بذلك يعني أمثل شيء ما، قيل أنه في رجوعه من تبوك دخل من ناحية الثنيات. فمن قال إنه قيل للرسول طلع البدر علينا من ثنيات الوداع أثناء رجوع الرسول من تبوك، أولى وإن كان الكل فيه كلام، أولى من أنه قيل له أثناء قدومه للهجرة، والله أعلم. المعلق في البخاري أقوى منه في مسلم، ولا حسب الحديث نفسه؟ حسب الحديث نفسه. معلقات مسلم قليلة جدا، ما تكاد تصل إلى 15 حديثا معلقة، أما معلقات البخاري بالمئات. لماذا أمر الرسول ألا تكتب أحاديث؟ رخص بعد ذلك في كتابتها، فقال صلى الله عليه وسلم اكتبوا لأبي شاه
قال عبد الله بن قال أبو هريرة ما كان أحد أكثر أخذا لحديث الرسول الله مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو فإنه كان يكتب ولا أكتب. وقيل لعلي هل عندكم شيء خصكم به الرسول؟ قال ما عندنا إلا كتاب الله وما في هذه الصحيفة. معنى أفلح وأبيه إن صدق، كلمة أبيه كلمة تقولها العرب لا يقصدون بها اليمين، لا يقصدون بها اليمين. ليس المعنى أفلح وأفلح أبوه إن صدق، أو ليس المعنى أفلح وأبيه إن صدق يعني قسم بالأب، لا أبدا. كلمة تجري على الألسن كما تقول ثكلتك أمك، فقدتك أمك، لا أعني أنك تموت. قال بعضهم أيضا ذلك قول للمصريين الله يخرب بيتك، ما قصدوا خراب البيت إنما يقولونها تعجبا، لا يعني أننا نقولها. صلح تربية وحي أم اجتهاد؟ إنه رسول الله ولن يعصي ربه، والرسول قال أنا رسول الله ولست أعصي ربي. الإنسان الغير مبتلى لا يحبه الله؟ لا يلزم أبدا. إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر فواها. في أخت معها 6 أطفال، أكبرهم بنتي 2 سنة ومتزوجة من 18 سنة، والآن لا تستطيع إكمال الحياة الزوجية لبغضها له، فرفعت قضية خلها وزوجها متمسك بها وببيته وأسرته، وأسرتها تقنعها بأن تعطيها فرصة يمكن، وهي لا توافق. خلاص لا توافق اتركوها، إذا كانت مكثت زمنا تكره الزوج لا تجبرها على البقاء معه. فإن الله قال فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. حكم استعمال رمز القلب، الناس يستعملون رمز القلب، ما وجدت له شاهدا في الكتاب ولا في السنة بهذا، لكن أظنها من الأمور المباحة، لكن هل يعني دخل علينا من الغرب أو مدى؟ أظنه من الأمور المباحة والله أعلم. يعني القلب وسهم في القلب غير السؤال. البنوك كلها سواء، هل ورد شيء صح شيء في وصف أطوال أهل الجنة وأعمارهم؟ أما أعمارهم فهم يخلدون فيها لا يشبون ولا يهرمون، عفوا لا يهرمون ولا يموتون. أما طولهم كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم أول زمرة تدخل الجنة على هيئة القمر ليلة البدر، طولهم في السماء 60 ذراعا، 60 ذراعا. ما حكم شراء السيارة بالتقسيط بفوائد وبدون فوائد مباشرة من الوكالة بدون تدخل البنك؟ بدون فوائد لا بأس، بفوائد لابد أن ننظر إلى صيغة العقد كيف هي. صح حديث أن النبي سمع صحابيا بعد نهاية التشهد اللهم من يسألك بأنك أنت الله الأحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر للذنوب سنده معلول. لماذا قال الله تعالى وأصلحنا له زوجه ولم يقل زوجته؟ الزوج هو الأفصح عن عائشة زوج النبي، ما قلش زوجة النبي، زوج هو الأفصح، زوج هي الأفصح. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. هل السيوطي والطبراني أما معتبرون؟ معتبرون في ماذا؟ السيوطي في الجمع، يجمع كثيرا وله كتب في مصطلح الحديث تدريب الراوي، لكن معتبر في ماذا؟ كعالم علل؟ لا، ليس بعالم علل. اذكر معتبر في ماذا بارك الله فيك. الطبراني محدث
كتابه كتاب الطبراني، جل من فرض به الطبراني ضعيف، جل من فرض به الطبراني ضعيف، سواء في أوسطه كتاب الأوسط، عفوا في المعجم الصغير للطبراني، أو معاجمه الثلاث، ما حكم المرأة التي لا تصوم الأيام التي عليها، تأثم في ذمتها الأيام التي عليها، هل هناك دليل على إقامة الحد في عمل قوم لوط؟ اتفاق الأئمة على إقامة الحد على فعله، ما اختلافهم في نوع الحد. وحديث من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل المفعول، هذا الحديث في سند عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب، وقد انتقد عليه اتفاق خلاص؟ بهذا القدر يجتزئ، سألني الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أيها الإخوة والأخوات، أنتم في خير ما دمتم تستعينون بالله سبحانه وتعالى، فما دمتم تستمسكون بكتابه وبسنة رسوله الأمين محمد عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.